قبل ما نتكلم في اي حاجه، اتمنى يا كابتن باهر ان انت بعد ما خلصت مع الاهلي اتمنى انك ما تطلعش تقول انا اهلاوي من زمان وانا طول عمري اهلاوي وانا بحب النادي والكلام ده، لانك امبارح مرتضى منصور كان بيخلص مع الاسماعيلي على ان انت هتكون لاعب في نادي الزمالك، والموضوع بس شويه تفاصيل بسيطه. الاسماعيلي كان عايز 35 مليون وكان عايز عمر السعيد وكان عايز معاهم كمان امام عاشور، فالزمالك استغل المطالب وساب الصفقه تماما. فاتمنى ان انت مش بعد كل ده تطلع تقول انا اهلاوي وبعشق الكيان وبحب الفانيلا، لان الكلام ده اتهرس 7000 لعيب وفي الاخر فشل وفشل ذريع. اتمنى ان انت تقعد تقول انا لاعب محترف عبد اللي بيقدرني، هنحترمك اكتر ما بدل ما تطلع تتكلم معانا بالاسطوانه المشروخه اللي بنسمعها بقالنا فتره طويله قوي. اياد انا مش بحسك اهلاوي بجد. لا والله يا اسطى انا اهلاوي بجد، بس انا بحبش مثلا ان لعيب يقعد يشتغلني ويقول لي انا بعشق الكيان وبعشق التراب وفي الاخر يكون كان ممكن يلعب للنادي المنافس لولا شويه تفاصيل بسيطه. اتمنى ان هو يطلع لعيب راجل ويقول يا جماعه انا بحب العب في النادي اللي بيقدرني اكتر، خصوصا ان هو ياخد الاهلي 15 مليون جنيه وهو كان من الشهرين اللي فاتوا كان بيطلع يشتكي المهندس ابراهيم عثمان ان انا عايز اتجوز وحدد لي عقدي. خلاص بقى الموضوع خلص بالنسبه له، ودلوقتي محتمل ان هو يكون لاعب من لعيبه النادي الاهلي. طب بدر محمدي هيكون بديل احمد فتحي؟ ما اتمناش ان الاهلي يقع المغالطه دي، لان بدر محمدي كباك يمين عنده مشاكل هجوميه غير طبيعيه، وفي الناحيه الدفاعيه هو مش اجمد حاجه، بس هو كمساك بيلعب ناحيه اليمين هو لعيب ممتاز جدا واضافه قويه جدا للنادي الاهلي، خصوصا ان احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده ان الاهلي من المراكز اللي محتاجه دعم هي مركز المساك ومركز الهاف الشمال. مركز الهاف الشمال اللي فيه كلام كمان على ان احمد الشيخ هيكون ضمن الصفقه، وده اعتقد ان هو كلام مش قوي لان سيد رينيه فايلر متمسك تمسك غير طبيعي احمد الشيخ، خصوصا يعني ان هو مش ضامن الاهلي هيجدد رمضان ومش ضامن كمان الاهلي هيجيب لعيب قوي ناحيه الشمال ولا لا، فهو بيقول الرجوله بالموجوده وخلينا مع احمد الشيخ بما انه هو اللي هيكون متاح معايا. فاحمد الشيخ من الناس اللي مش هيخش في صفقه باهر الا لو الاهلي ضغط على فايلر وكده الموضوع هيبدا يخرج عن السيطره. بس ده اللي انا عايز اقول لك حاجه بسيطه، باهر محمدي مش باك يمين، باهر محمدي ما تشتريش فكره ان انت جايب لعيب بديل لاحمد فتحي، باهر لعيب هيأدي لك 40% مش 50% كمان من ناحيه اليمين، زي فتحي ما كان بيلعب ناحيه الشمال كده وهو ما كانتش بتبقى ناحيته ولا عدلته، برضه باهر مش لعيب ينفع ان هو يلعب باك، باهر مش باك قوي، ودي نحط تحتيها 7000 خط. باهر ما اختارش الاهلي، باهر كان بيلعب على كل الجوانب اللي ممكن يستفاد منها وده حقه كلاعب كرة قدم. ما اتمناش ان انا اسمع كلام بتاع اللعيب اختار النادي واللعيب بيعشق الكيان واللعيب بيعشق البتنجان، لان نفس الباهر هو اللي قال انا مش هلعب في مصر غير بالاسماعيلي وانا قائد الاسماعيلي والكلام ده. فاتمنى ان احنا ما نكونش ذاكرتنا ضعيفه وبنقعد ننسى الكلام بسرعه. الاهلي كده فاضل له ايه؟ الاهلي كده فاضل له جناح شمال زي ما احنا اتكلمنا، واعتقد ان سيرينو وكل الكلام عليه ده، انا قلت لك قبل كده ان سيرينو مش هينضم للاهلي علشان خاطر سان داونز النادي معاه فلوس واللاعب لسه عقده مستمر لحد 2023، والاهلي بيحاول ان هو يدور على هاف شمال قوي يعرف يضمه، وهو كمان عايز يخلص من جيرالدو، وجيرالدو اعتقد ان هو هيكون بديل ل احمد الشيخ في صفقه باهر المحمدي. الصفقه اللي كلفت الاهلي على الورق 60 مليون جنيه لان اللاعب هيتقاضى، لا هو كلفت الاهلي اكتر من 60 مليون، بس ما حدش عارف لحد دلوقتي الكلام المعلن ان هو 30 مليون جنيه للاسماعيلي، صفقه بيع نهائي وعقد حسين السيد اللي حسين السيد الاهلي كان بيخاف ان هو يروح الزمالك، وكمان جيرالدو او الشيخ، وانا قلت لك ان هو يكون جيرالدو. هل الصفقه صفقه ناجحه للاهلي؟ الصفقه صفقه ناجحه جدا للاهلي في مركز المساك اللي كان رينيه فايلر بيطالب بدعمه، انما الصفقه كصفقه الباك لا هي صفقه فاشله. اتمنى ان الاهلي ما يكونش جايب باهر على ان هو يلعب باك، قلتها لك ثلاث مرات اهو، اتمنى ان احنا ما نكونش جايبين باهر يلعب باك. باهر لاعب بيمتلك مواصفات ممتازه بما انه مساك وبيعرف يدافع، لو بيلعب باك يمين بس هو ما بيكونش هجوميا قوي، لاعب بيتميز بالكرات الثابته، بيلعب بدماغه حلو، لاعب على الارض ما بتعرفش تعدي منه، هو واحد واحد على واحد بصوره سهله، لاعب مقاتل، لاعب لما بيكون ليه مزاج يلعب بيكون لعيب من اللعيبه المؤثره جدا في الخط الدفاعي. هتقول لي ايه ليه مزاج يلعب؟ اقول لك ما اللعيبه في الاسماعيلي بيبقى لها مزاج، لو خدوا فلوس والدنيا بالنسبه لهم متظبطه هتلاقي اللعيبه دي وحوش في الملعب، لو اللعيبه عندهم مشاكل مع ابراهيم عثمان عندهم مشاكل مع مجلس الاداره بتلاقيهم بينزلوا الملعب يلعبوا كده نص لبه. اتمنى ان الكلام ده ما نشوفوش مع الاهلي، لان اعتقد باهر هيظبط فلوس في الاهلي وهياخد فلوس ما كانش بيحلم بيها في الاهلي، هو كان بيشتكي على ان هو عايز يجدد العقد بتاعه بمقابل كويس مع الاسماعيلي، ودلوقتي الاهلي واخده 15 مليون جنيه في السنه، ودي برده من الارقام الغريبه جدا اللي هو الاهلي. طب كنا بنتكلم على فتحي على ان هو عايز ياخد ارقام كبيره ليه؟ مش ده وقته خالص، لان انا مقتنع ان الاهلي عمال يهزي وعمال يعمل شويه حاجات غير طبيعيه في ملف التعاقدات، بس بتمنى ان الكلام ده يبقى مظبوط. باهر محمد لعيب عنده 23 سنه والدنيا بالنسبه له زي الفل، وقدامه 10 سنين في الملعب
بالكتير. فالراجل لسه قدام مستقبل واعد ويستاهل فلوس اللي هو ياخدها، واحنا ما نبطرش على اي حاجه، ودي ارزاق اللعيبه وده رزقه اللي ربنا مقدره له مع الاهلي. نتمنى ان بقى محمد ينجح مع الاهلي، ونتمنى ان هو يكون صفقه ناجحه جدا مع الاهلي. ليه الاسماعيلي بيبيع لعيبته؟ الاسماعيلي بيبيع لعيبته علشان خاطر الاسماعيلي عنده مشاكل كتيره جدا جوه الفرقه، والاسماعيلي ما تفهمش التارجت بتاعه عامل ازاي، هننافس على الدوري ولا هننافس على صعود دوري ابطال افريقيا، ولا هننافس على ان احنا نبقى في التوب فور، ولا هننافس على ان احنا نبقى في نص الجدول، ولا ابراهيم عثمان عايز يحتفظ بالنجوم، ولا ابراهيم عثمان عايز يبيع النجوم علشان خاطر الاسماعيلي لسه عليه فلوس كتير لكل لاعب بيمشي من النادي يروح يرفع عليه قضيه على الفيفا، والفيفا بيحكم على الاسماعيلي عشان خاطر الاسماعيلي ما بيبقاش فاضي ان هو يودي محامي يدافع عن حقوق النادي، لان المحامي هيكلف فلوس، كل عارفين الفلوس في الاسماعيلي ما بتبقاش متاحه. ونتمنى الاسماعيلي يخلص من الكبه بتاعته اللي هي مستمره بقى لها 10 سنين او اكتر من 10 سنين، والمشاكل الكتير اللي عندهم. نتمنى ان هو يدور على مجلس اداره حلو، مع انهم كانوا العثمانيين اكبر حاجه كانوا بيتمنوها، مع الاسف الشديد العثمانيين فشل معاهم فشل ذريع. هتقول لي انت ايه الخمس دقايق اللي انت بتتكلم فيهم عن محمد؟ اقول لك هو ده اللي عندي، هو ده التفاصيل، لان بير محمد لعيب مش توب جدا، لعيب عمل موسمين كويسين جدا، لعيب ممكن يكون عنده مستقبل واحد، بس هو مش لعيب جاي لك فيرست كلاس، ولا لعيب جاي لك نمبر 1 والكلام ده علشان خاطر تبقى بتتكلم عن هو الاضافات اللي هيضيفها والحاجات الكتير قوي اللي هو هيضيفها للاهلي. لا، لعيب جاي مدافع بيجيد اللعب في ناحيه اليمين، لعيب كويس، لعيب جيد جدا، بس مش لعيب سوبر ولا لعيب ممتاز، وده اللي بنتمنى ان الناس تفهمه، انه مش اي لاعب يلعب الموسم حلو او موسمين حلوين يبقى معنى كده ان هو يروح الاهلي او الزمالك يكسر الدنيا. احنا بنتمنى ان هو يكسر الدنيا ويكون مكسر الدنيا في كل الوقت، علشان خاطر لما يعمل كده انت هتقول ان الراجل ده ممتاز وانت هتشكر فيه. وبالمناسبه ممكن كده وانت معدي كده هتلاقيك عملت لايك لينا علشان خاطر عجبك باير وعجبتك الصفقه. انت بتسمع حد كتير وقاري كتير ما جاش على الخمس دقايق وست دقايق بتاع اخوك اللي هو بيهري او بيهبت فيهم، وهتيجي تقول لهم دول بيقعدوا يضيعوا وقتي. شكرا يا اسطى انك كملت معايا الفيديو لاخره ده، لو انت اساسا كملته معايا لاخر ما استحملتش ان انا واعباد محمد ان هو مش هيلعب باك يمين كويس.